القرية، طلبة اليوم، مجتمع المستقبل، السادة الكرام، لقد حظيت مدرستنا هذا العام ببرامج متعددة ومتنوعة ساهمت في تطوير طالباتنا من جميع النواحي العقلية والنفسية والجسدية. واسمحوا لي باسمكم شكر جميع مؤسسات هذه القرية، المجلس المحلي على رأسها الذي دأب على تحسين البيئة المادية لمدارسنا، ومجلس أولياء الأمور الذي دأب على السعي المتواصل من أجل تحقيق أهداف المدارس وخططها من خلال المشاركة والمبادرة في مرات كثيرة في رعاية الطلبة وهيئات التدريس، حيث أن هذا الاحتفال لتكريم المتفوقين والمتحسنين والأهل المتابعين لأبنائهم ليس الأول هذا العام بل هو الرابع، حيث كرم الطلبة من قبلكم مرتين والمعلمون مرتين. كما أود أن أؤكد على دور وأهمية مؤسسات مجتمعنا المحلي، فقد كان لمجموعة من المؤسسات دور كبير في تحقيق أهداف مدارسنا، ومدرستنا التي حظيت مجموعة من البرامج التي قادت طالباتنا للأفضل. فقد قام مركز المنتدى الثقافي بعمل دورات مختلفة لطالباتنا منذ بداية العام في الفن والدراما والدبكة، كما وساهم بمشاركة عالية في مخيم الإبداع الشتوي الأول في عطلة الفصل الأول، وسيساعدنا بإذن الله في المخيم الصيفي لتطوير طالباتنا. كما وقام بالتعاون مع نادي بيت عنان بعقد دورة الشطرنج لتطوير قدرات طالباتنا العقلية. واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أشكرهم وأشكر مؤسسة برامج الطفولة والعمل الجماهيري التي دأبت على رعاية وتدريب طالباتنا وطلبة المدارس الأخرى من خلال برنامج العب وتعلم ومجموعة ثامن. وأشكر لجان الإغاثة الطبية التي دأبت على متابعة نشر الوعي بين طالباتنا من خلال تسهيل بعض الدروس الجامدة في المنهاج بتحويلها إلى دروس واقعية عملية أو من خلال المحاضرات والندوات والمتابعة. كما واسمحوا لي بأن أشكر طالباتنا اللواتي لولا جهدهن ومتابعتهن المستمرة لما وصلنا إلى هذا التكريم. وأشكر أيضا الزملاء والزميلات في أسر التربية والتعليم في مدارس بيت عنان الذين لولاهم ولولا متابعتهم لما تحقق الكثير. الأهالي الكرام، أوجه لكم شكري الجزيل بمتابعتكم لطالباتنا بناتكم بناتنا. نحن وإياكم نزرع هذه الزهرات ونتعهدها جميعا. نشكر جهودكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.